اخش على طول نشتغل على طول في التطجينه بتاعه الفريك. نفس الموضوع لو هعمل الرز بنفس الطريقه، عندي كوبايه فريك، عندي حله سخنه بسم الله، وسنه زيت عادي مع زبده كده اهو، حلو الكلام. وعندي بصلايه مبشوره او مفرومه كده اهو مش كتير، مع معلقه ثوم نايف نايف، خدوا بالكم. وهجيب عندي كمان معلقه بتاعتي ابدا اقلب بيها على طول عشان ما احرقش الثوم بتاعي كده اهو. بصلايه ومعلقه ثوم مع الفريك ينزل على طول كده. طبعا الفريك بنغسله غسله نظيفه جدا، بننقعه كويس قوي، بنوديه لمرحله ان هو يعني معدي كل مراحل النظافه اعلى من الرز، ودايما بنكون حريصين شويه في فكرته قوي يعني. اول ما نزلت كده وشوحته تمام التمام، هبدا انزل عندي دلوقتي بالزبده. طب ليه ما نزلناش بيها؟ عشان مش عايز احرقها، ومش عايز برضو يبقى يعني قرصت على الثوم عشان بيبقى مفروم طبعا. هقلب واحده واحده بالشكل دوت، اول ما يسخن هبهره كاني بعمل رز عادي جدا يعني. وابدا بس اخلي الزبده في الارضيه شويه عشان تبدا تسيح. هي دي حلاوه المعالق اللي هي البلاستيك او الخشب، نقدر نعمل فيها اللي احنا عايزينه من غير ما نأذي الحله ولا برضو ناخد اي احتكاكات من الحله او من غيرها. هبدا دلوقتي ابهر تبهيرتي كويس، عباره عن بسم الله حبه ملح عاديين جدا تمام، وعندي كمان بهارات مشكله، وكمان 7 حبات على كبه صيني، وسنه شطه ده المختلف، وحبه كزبره ناشفه. جربوا الطريقه مش هتخسر حاجه، وكمون، ونبدا نقلب الكلام ده. ملح وفلفل وكمون وشطه وبهارات مشكله تمام لحد كده تمام جدا. هوسع على النار خلاص، هجيب عندي بس مغرفه مرقه لو عندي، ميه لو عندي حسب اللي موجود. انا عندي مرقه تمام بسم الله، مرقه فراخ شايفها حماده اهي، تعالى معادي شايف المرقه عامله ازاي بسم الله. انا هسوي يعني مش هسويه، انا بس يخليه ياخد اول لسعه بس، يعني كاني بعمل رز نص سوا اللي هحشي بيه الحمام، او فريك نص سوا اللي هحشي بيه الفراخ، يشم بس المرقه من جوه كده ويبقى تمام. بعد كده بطلع على طول وهبدا هشتغل بيه، بحط له حبينه خضار زي ما اتفقنا كده على طول. والكبده في اخر تقلبتين مش تاخد مني وقت على طول كده اهو، زي هذا الخضار تقلبتين حلوين ده كله هيستوي تاني لان الفراخ هتتسلق. كده اهو. ويا سلام لو حبه خضره بقدونس على كزبره، خلي الحاجه تبقى ليها من طعمها كده، بيعمل حاجه بالعربي كده يعني مخدومه. ونرفع من على النار متشكرين. خلاص شوحنا وطجنا وتمام التمام، نطلعهم على جنب، نبدا نسيبهم شويه يهدوا كده اهو. ادي الخلطه احنا شايفها تمام، ونشيل الحله دي مش محتاجينها. وعملنا اسرع خلطه في الدنيا شايف المنظر عامل ازاي الريحه اخبارها ايه. هنا بقى عايزه بقى ايه، هنا ومزاجنا، جرش فلفل اسود حلوه كمان، كلام جميل، سنه ملح كمان. تعرف منين والله الريحه يعني بتبقى محتاجه تبقى متكلفه شويه. شوف المكعب ده، ربع مكعب مرقه في النص كده، بحقق حاجتي كويس عشان برضو الحاجات المحشيه بالذات ما بقاش فيها رجعه تانية في التبهير، هي بتبقى اول لقطه واول حركه، تبلنا كويس، بهرنا كويس، نسينا كل حاجه، ونبدا نكمل تسويات مش تتبيل وتبهير والخلطه وخلاص، احنا الموضوع ده بيبقى خلص خلاص. سيبه يبرد شويه على ما نلم الحاجات اللي قدامنا ونبدا نبهر ونتبل ونظبط الفراخ، وهنشتغل فيها لسه مع حضراتكم كمان ونشوف الامور فيها ايه.